بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية طلاب. راح نجي على تمرينين سهلات كتير، وهن عن عملية التحويل من الأعداد الكسرية إلى الكسور المركبة. والوظيفة اللي أعطيناكم إياها راح تكون على نفس الترتيبة، يعني ما راح يختلف عليكم شيء. كمان مثل ما تعلمنا في خطوات للحل، راح نعطيكم إياهم. هن خطوتين للحل كتير بسيطات، راح من خلالهم راح نقوم بعملية الحل البسيطة ونشرحها على اللوح مثل ما نكون شايفين. أول خطوة من عمليات الحل، نقوم بضرب العدد الكلي بالمقام. هلا مثل ما احنا شايفين هون عنا عدد كسري. العدد الكسري من ايش مكون؟ مكون من عدد كلي اللي هو الثلاثة بالإضافة لكسر على يمينه اللي هو 2 على 5. عم بيقول لي الخطوة الأولى نقوم بضرب العدد الكلي اللي هو الثلاثة بالمقام اللي هي الخمسة. اللي هي الخمسة مش قد الجواب، بحط هون على جنب 3 ضرب 5. 3 ضرب 5 الجواب 15. تمام. الخطوة الثانية شو عم قال لي؟ ثم نقوم بجمع ناتج عملية الضرب السابقة اللي هي قبل شفناها 3 ضرب 5 15. بدنا نجمع هذا الناتج اللي طلع معنا اللي هو ال 15، رح نجمعه مع مين؟ مع البسط. مع مين؟ نقوم بجمع ناتج عملية الضرب السابقة مع البسط. البسط ايش قد عندي هون؟ 2 زائد 2 الجواب ايش قد؟ 15 زائد 2 الجواب 17. والمقام، هاي أهم شيء، المقام لا يتغير، صار عندي هيك كسر مركب. أنا هون عندي عملية تحويل من أعداد كسرية لكسور مركبة. المقام لا يتغير 5. البسط طلع عندي البسط الجديد شو هو؟ 17، نتيجة الخطوة العملية الأولى والثانية. صار عندي كسر مركب مثل ما احنا شايفين، بسطه أكبر من مقامه. رح نجي على التمرين الثاني، نفس الخطوات. أول خطوة هي كانت نقوم بضرب العدد الكلي اللي هو 6 بـ4 اللي هي المقام. 6 ضرب 4 الجواب 24. الخطوة الثانية شو بقى بقول لي؟ نجمع ناتج عملية الضرب السابقة مع البسط. 24 زائد البسط عندي يا شاد 3 الجواب 27. والمقام لا يتغير، المقام شاد عندي 4 والبسط الجديد 27، فصار عندي كسر مركب بسطه 27 أكبر من مقامه. والله يعطيكم العافية، مشكورين لحسن المشاهدة.